حزمة زيادات ضريبية تعد الأعلى في نحو 3 عقود، خارطة طريق اعتمدتها حكومة العمال لضبط اقتصاد بريطانيا المتعثر. الزيادات الضريبية قرار تحفه المخاطر، فعلى الرغم من إسهامها في خفض عجز الميزانية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطرة هروب الاستثمارات من المملكة المتحدة. وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفيز أعلنت أمام مجلس العموم عن زيادة ضريبية قدرها 40 مليار جنيه استرليني، حيث تتحمل الشركات العبء الأكبر من ميزانية العمال الأولى منذ 14 عاماً. مشروع ميزانية 2025 يحمل زيادة بتكلفة التأمين الذي يدفعه أصحاب الأعمال إلى 15%، ما سيدر 25 مليار جنيه استرليني سنوياً اعتباراً من إبريل القادم. الميزانية المقترحة تتضمن زيادة ضريبة أرباح رأس المال وزيادات أخرى في ضريبة الميراث. ريفيز قالت أيضاً إنها لن تمدد تجميد سقف ضريبة الدخل والتأمين إلى ما بعد عام 2028، وفي المقابل وعدت بمخصصات أعلى للرعاية الصحية. قطاعات الأعمال حذرت من أن زيادة الضرائب وتكلفة التأمين قد تجبر بعض الشركات على الاستغناء عن الموظفين أو الإغلاق في وقت ترتفع فيه أيضاً الأجور وتكاليف العمالة الأخرى. ريفيز تعول على رفع الضرائب وتعزيز الإنفاق وزيادة الاقتراض لاستقرار المالية وإصلاح الخدمات العامة المتهالكة وتمهيد الطريق أمام تحقيق نمو أعلى. أرقام النمو ومؤشرات الاقتصاد ستكشف مدى نجاح خطط وزيرة المالية لدعم اقتصاد بلادها المتعثر.